أهلا وسهلا بكم في موجز أهم الأنباء. أعلنت مجموعة من أهالي وثوار مصراتة حالة النفير القصوى مطالبين كافة الثوار بالالتحاق بصفوف غرفة تطهير العاصمة. الأهالي أشاروا في بيان لهم السبت إلى خطورة الأحداث الأخيرة وما نتج عنها من مساوئ، موضحين أنهم يقفون يدا واحدة ضد من وصفوهم بميليشيات العاصمة حسب قولهم. أعلنت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس عن مقتل وجرح 59 آخرين وشخص مفقود كأحصائية للشبكات يوم الجمعة. الإدارة على صفحتها الرسمية أوضحت بأن القتلى منهم 5 مدنيون وشخص واحد من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى أحد المقاتلين وشخص مجهول الهوية. وأشارت إدارة شؤون الجرحى إلى أن أجمالي عدد القتلى منذ بداية الشبكات هو 106، ووصل أعداد الجرحى إلى 365 جريحا و18 مفقودا. وأضافت الإدارة بأن العائلات التي تم إجلاؤها من أماكن للشبكات 149 عائلة، والعائلات التي تم تقديم المساعدات الإنسانية إليهم 264. ناشدت إدارة شؤون الجرحى في طرابلس المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالتدخل للضغط على أطراف النزاع بطرابلس لتجنيب المدنيين العالقين داخل مناطق الشبكات القذائف العشوائية. الإدارة في بيان لها الجمعة أوضحت أن القذائف العشوائية تسببت في مقتل وإصابة نسبة كبيرة من المدنيين وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات. وناشد البيان المنظمات الإنسانية التدخل والضغط على أطراف النزاع لتجنيب جهاز الأسعاف المخاطر التي يواجهها أثناء إنقاذه للمدنيين، موضحا أنه جهة محايدة ولا علاقة له بالنزاع، وأن دوره ينحصر في تقديم الخدمات الإنسانية للمصابين دون تمييز. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه لتزايد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 4 سبتمبر تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما قدم الأمين العام للأمم المتحدة تعازيه لأسر الضحايا في الأحداث الدامية التي تشهدها طرابلس، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين جراء استمرار أعمال العنف. حث الأطراف على احترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من معاناة السكان المدنيين. أوضحت الشركة العامة للكهرباء جانبا من أعمال الصيانة التي تقوم بها جراء الشبكات الدائرة جنوب طرابلس. الشركة على صفحتها الشخصية بفيسبوك قالت أن دائرة توزيع قصر بن غشير أعادت الكهرباء لمنطقة طريق المطار بعد تعرض جزء منها لأضرار متفاوتة. يشار إلى أن مناطق الجنوب تعرضت لانقطاع الكهرباء بشكل مستمر جراء الشبكات. ختام الموجز للقاء.